مشاهدينا طبعا ضيفنا اليوم مثل ما قلت لكم ضيف مميز مبدع موهبة يمكن فريد من نوعها هذه الموهبة في روح الفكاهة تقليد حتى هو كشخص يمكن في عدة ثقافات في وقت واحد. أنا أسمع صوت الجرس. الجرس صح؟ أسير أيبة أنا. تعرفين من الضيف؟ أكيد أعرفه. زين خلنا مشاهدينا أسير أيبة الضيف من عند بابا وبيكم. اهلا وسهلا يا مرحبا. سلام سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ون هو ون هو ون هو تفضل تفضل انت تفضل انت الضيف. يا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طبعا اول شيء شكرا على الاستضافه باول حلقه لكم وشرف كثير كبير. اول حلقه واول ضيف. اول ضيف شكرا يعني على راسي من فوق. الله يخليك. نحن طبعا سعيدين جدا بتواجدك في برنامج اخر الاسبوع. ون هو مظبوط اسمك وايد صعب. هو شوف شو الحل؟ بيقولوا ان الاسم صعب بس هو لو تفكري فيها او تفكروا فيها اربع احرف واو نون ها واو. اذا صعب كثير فكروا فيها زي وين هو؟ ايوه وين هو؟ ف ون هو وين هو قريبه. واذا صعب ون سموني ون. ون خلاص بسميك ون هو. ون هو خلاص. حياك الله ويانا. وتولهت على سمة دبي من زمان ما طلعت عبر سمة دبي يعني سنة تقريبا الحين صح من برنامج الفرصة أكثر من سنة صراحة. اشتقت لطاقم العمل الموجود معنا هون وللمحطة وحتى جيتي كانت كل أسبوع على مرتين بالأسبوع على برنامج الفرصة وصراحة كان برنامج محبوب برنامج جدا كان إعداده رائع والطاقم اللي بيشتغل عليه رائع وحتى الدليل على ذلك أنه البطل اللي فاز ببرنامج الفرصه راح على برنامج ثاني وصار نجم كبير يعني فكانت نقطه الانطلاق من كان فعلا فرصه له يعني من خلال ما شاء الله. في بما انه دخل في موضوع البرامج وان البرامج اللي تحتضن المواهب وتشوفها على الهواء مباشره انت بما انك دخلت في هذه التجربه شو رايك في هذه البرامج؟ هل هي بالفعل يعني تطلع مواهب في بشكل كبير يعني بنسبه كبيره ولا هي مجرد يعني شو مثل ما يقولون؟ هو شوف فيه شوي من الاثنين. انا مع البرامج برامج المواهب لانها عن جد تبرز مواهب ممكن ما تكونش موجوده لانه تقليديا اذا واحد بده يغني او يمثل لازم يكون عنده دراسه، لازم يروح على يعرف ناس، يتعرف على منتجين، يعمل اوديشن، تجارب اداء. فالفرص هاي ما تكون موجوده لكل الناس، يعني اذا كان فرضا شخص عايش بفرضا بعمان حاب يكون بفيلم بمصر بده يروح من عمان لمصر وحتى يشوف السوق كيف ويعمل اوديشنز، فهي شغله مش سهله. صحيح. فالبرامج هاي سهلت لهدول الناس انهم يطلعوا على البرامج يورجوا موهبتهم وتخلي العالم تقرر، وطبعا هذا دليل برضه انه تشوف الناس اذا عم تحب هاي الموهبه. صحيح. من التصويت، فهذا بساعد كثير، بس انا بفضل يا ريت لو انه البرامج هاي لما يعني يطلع منها فنان معين. صحيح. هو مشكله الدعم لهذا الفنان. نعم. لانه بصير الاكسبوجر الموهبه هاي انعرضت للناس. هي. بس بنفس الوقت بحس انا في كثير شركات ما بتكمل شغلها بدعم هذا الفنان. صح. لكن مثل ما قلت اللي فاز في برنامج الفرصه يعني ما شاء الله صار عنده برنامج ودعموه بشكل كبير يعني فعلا كبير. كانت له فرصه في هذا البرنامج. اكيد اكيد. طيب. وين هو نرجع لك انت شخصك انت فضلي. يعني انت مشهور ما شاء الله عليك. لكن اكيد في كثير من الناس ما تعرف انك انت ابوك كوري وامك فيتناميه ولكن انت تتكلم العربي بطلاقه لانك عشت في الاردن. صح. يعني فتره الدراسه. بس في سؤال محير الناس واول ما عرفوا اني انا بستضيفك قالوا لي لازم تسالينا هالسؤال. تفضلي. انت يوم تحلم ولا تفكر باي لغه تفكر واي لغه تحلم؟ سؤال حلو. اكيد على تويتر اجاتي الحين. انا مشاهدين طبعا انا حابه بس انول مشاهدين ان احنا على سمة دبي نستقبل اذا عندكم اي اسئله على تويتر ممكن نقولها لضيفنا يعني بنتابعكم معه وبنكون متابعين معكم فاستعد يمكن تيك يجيك سؤال قوي من احد المشاهدين. انا حاليا طافي التليفون بس خلوا الاسئله جاي والحقونا على تويتر يلا. فاجابه على سؤالك انا بيستغربوا العالم بس انا بفكر وبحلم باللغه العربيه مرات بالفصحى. تعتز بهاي اللغه؟ صراحة جدا لأنه مع أنه شكلي مش عربي أبدا بس أنا مولود ببلدان عربية متربي ببلدان عربية وحتى درست بمدارس عربية وجامعات عربية بمنهاج عربي. حلو. يعني درست كيمياء علوم أحياء كله بالعربي. كله بالعربي. شكلك طالب علمي. طالب علمي مضبوط. للأسف يا أخي يعني ما شاء الله يعني شوي شوي مش مش لا بعتز باللغة العربية وحتى أنا بأغلب أعمالي إن كانت أعمال على المسرح ستاند أب كوميدي أو تقديم برامج معينة أو حتى على التلفزيون على الأغلب 90% من الأوقات بختار مشاريع اللي بحكي فيها باللغة العربية حتى نحافظ على اللغة لأنه
بحس بفني انا كستاند اب كوميدي في كثير ناس بيعملوا ستاند اب كوميدي بالانجليزي وبكون عرب لانه كم اكثر شهره وعالميه كثير من الناس يصير يقدر يشوف ممكن بس انا يعني مع انه نحن نعمل كل شيء باللغه العربيه حتى نحن نشجع الاطفال اللي عم يشوفونا ممكن ولد عمره 8 سنين او 10 سنين يشوف واحد كوري بيحكي عربي بيحكي ايه اذا الكوري هذا بيتكلم عربي انا بقدر اتكلم عربي اعمل كوميدي بالعربي واقدم بالعربي كمان يعني انت تقدر تتكلم عربي بس نحن ما نقدر نتكلم كوري لانه هاي المشكله هاي المشكله زين في لقطات اعتقد المخرجه ذهبتها لنا بتعيد ذكرياتك الحلوه يمكن نشوفها معك نشوف مشاهدينا هذه اللقطات من اعداد المخرجه العضو الثالث في اللجنه وين هو ايوه بقدر اضلني هون طول الليل اسمعك أربعة في حبة ناقصة ثلاثة في حبة ناقصة فالقصة إني رحت على الحمام وخلال عملية إني أنا بالحمام وقعت بالمي فأنا بين إنه وين طاحت؟ بالمي ونسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى تبني على بلادي يا هوى يا هوى يا اللي طاير بالهوى في منطورة وصورة تبني العمر يا هوى صراحة فنك غريب ما بيصير إلا أخضر صراحة أنت اللي فنك غريب لا صراحة لو قلتوا لي إنه في المونتاج ده والرقص بتاع كله ويلا أوبا يلا حلو 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 تحب دائما إنك تكون نشيط على المسرح أو قدام الناس تتفاعل وياهم باللي موجود أكيد أكيد دائما حتى أنا لما أطلع على المسرح بيطلع شخصية ثانية يعني بكون نفس الشخص يعني وانه على المسرح بس في طاقة بتطلع بعرفش من وين فبصير أعمل شغلات غريبة زي ما شفت على التلفزيون بس شفناك لابس دشداشة بعد مزبوط شو سر الكندورة من لبسك إياها كيف فصلتها شو حكاية الكندورة استنى حدا ياخذني على محل نفصل لي قندورة مرتبة وعلى إن شاء الله الحضور الجاي على البرنامج أكون لابس واحدة مرتبة بس مع قطرة وعقال عشان تكمل كله ونقول شفنا إبداعات كثيرة وما شاء الله أنت بما أنك دائما حاضر الفعاليات وخاصة فعاليات خاصة فلازم تكون متجدد أول بأول فشو الجديد ونبغى نشوف شيء جديد حق نشوف نحن ونراي مشاهدينا بعد ممكن هذا يكون خبر إكسكلوسيف موجود عندكم على هذا البرنامج طبعا بالاستضافة الأولى أخبركم أنه بالمستقبل القريب رح أخفف أعمال الستاند أب ورح أفوت بعالم التمثيل حلو تم استدعائي من شركة إنتاج مصرية حتى أكون بفيلم حيتم تصويره الشهر الجاي الله ده أنت حتروح مصر ده أنا أروح مصر خلاص بقى بس أنا للبيت هنا بس حروح مصر أصور أرجع بس فلا إن شاء الله حكون التصوير بمصر مع المشكلة ما رح أقدر أعطي تفاصيل كتير عن الفيلم لأنه ما وقعنا عقود بس حيتم إرسال النص الأسبوع القادم أو الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي لا هلأ لازم الحين تتكلم مصري ايوه هو النص حيجي الاسبوع الجاي بصي بقى وبعدين بعد كده اذا انا قرات النص وقلت انه اوكي وبتاع كله بقى وقع العقد ونروح على مصر نصور الفيلم وكله تمام سكر سكر يا عسل فدي اول حاجه الحاجه الثانيه اللي بقدر احكي عنها قبل شهرين رحت على برنامج عرب ايدل وتعرفت على حسن الشافعي اللي هو احد من لجنه التحكيم صرنا اصدقاء من وراء هذا اللقاء وقررنا نعمل مشروع موسيقي فني مع بعض حلو فباخر ثلاث اشهر شفته ثلاث مرات رحت على بيروت مره ورحت على مصر مره بيروت كمان مره وفي بيننا تعامل على موسيقى من نوع جديد موسيقى شبابيه موسيقى لا يوجد لها وجود بالموسيقى العربيه لان احنا بالموسيقى العربيه عندنا البوب
ان كان مصري او لبناني او اي نوع، عندي خليجي طبعا وفي طرب صحيح. بس اكثر من هيك ما في جنرات ثانيه انواع ثانيه. فنحن هلا نحن شباب صغار بالعمر، فقررنا نقدم شيء جديد للسوق. فكنت انا بمصر قبل يومين ثلاثه، سجلنا اغنيه بالاستوديو والاغنيه روعه، فهلا عم ندور على كاتب حتى يكتب لنا اياها، ان شاء الله الشهر الجاي اروح اسجلها. فترقبوا عمل فني مني ومن حسن الشافعي. في وغناء ومجال جديد وشعب كله الموجود عندنا، على القهوه شاي اللي عاوزينه نحن جاهزين. تمام تمام. بالمناسبه شو تحب تشرب؟ تفضل. لازم طبعا هذا مسوي لك نحن حليب بزعفران. ايوه تعرف الحليب بزعفران؟ طبعا بنجربه عندكم، شوف كيف عاملينه. بس انا بتحب الاكلات العربيه الخليجيه وايد والله. بتعرفي ان احنا بالبيت الماما هي فيتناميه والبابا كوري، فمسكينه كانت تتعذب معنا لانه البابا بياكل بس اكل كوري. الماما تسوي لك كرك في البيت؟ كرك لسه ما وصلنا لهالمرحله، بس كرك ما وصل الكرك، بس بتعمل مجدره ومندي وكبسه خليجيه. الله والله مندي ها؟ تعلمت كل الطبخات العربيه؟ لا والله، انا في ضيف جاي كمان شوي على البرنامج، هو اخذني على اول مطعم، مطعم اماراتي، اخذني على مطعم الفستيفال سيتي. الفنار. 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 شو طلبت في الفنار؟ أي هو اللي طلب، هو بقول لكم بعدين. لان انا وصلت قلت له اطلب واللي طلبته وحاكله، كان فعلا عجبك الاكل. جدا جدا. اعتقد عندنا تقارير، ما عندك خبر التقارير الطريفه بنشوفها وياك. يلا مع بعض. زين وبنرجع نتكلم فيها. مشاهدينا نشوف هذه التقارير من عندك خبر ونرجع لكم.